أهلا بحضراتكم ونشرة جديدة من نشرات مصر التعليمية نقدمها لحضراتكم على الهواء مباشرة، ونبدأ مع حضراتكم هذه النشرة بعناوين الأخبار. التعليم تنعي شهداء كمين البدرشين. شوقي يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة. التعليم العالي 101,000 طالبا وطالبة حجزوا اختبارات القدرات بمواقع التنسيق حتى الآن. الإفصاح عن الأعداد المقررة قبولها من طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية. التعليم تبدأ تدريب أكثر من 25,000 معلم دمج بمدارس التعليم العام والفني الأسبوع المقبل. تكليف سعيد عبد الله مديرا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2017 بالاسم ورقم الجلوس. الاثنين فتح باب الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية ولمدة شهر. النائبة مجدة نصر تطالب بالانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي. نصر أزمة تعريب امتحانات اللغات و30,000 معلم انتهت، واللجنة ترصد إن كان هناك تطوير في مناهج الوزارة أم لا. وأخيرا وفاء علي منصور الطالبة بمدرسة سيدي سالم التجارية بكفر الشيخ الأولى على مستوى الجمهورية. ومن العناوين إلى الأخبار. التعليم تنعي شهداء كمين البدرشين. نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شهداء الشرطة الذين راحوا ضحايا للهجوم الإرهابي على كمين البدرشين بمحافظة الجيزة. وأعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إدانته للحوادث الإرهابية الغاشمة التي تنال من أرواح أعز وأشرف وأنبل أبناء الوطن، مثمنا الدور الذي يقوم به أبطال وجنود مصر في حماية البلاد والحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه. شوقي يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة. اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2016-2017 على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 12 من أغسطس عام 2017 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 من أغسطس عام 2017. التعليم العالي 101,000 طالبا وطالبة حجزوا اختبارات القدرات بمواقع التنسيق حتى الآن. أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق بلغ حتى الآن 101,000 طالبا وطالبة. وأضاف عطا أن عملية حجز اختبارات القدرات إلكترونيا تيسر وتسير بشكل منتظم منذ فتح الباب لها على موقع التنسيق الإلكتروني وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الخدمة
تم استحداثها هذا العام لمنع الزحام الشديد الذي كان يعانيه مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية. وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يتابع بشكل منتظم كل ما يتعلق بتنسيق القبول بالجامعات، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لإنجاز مهمة التنسيق بالعام الجاري. الإفصاح عن الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية. تم الإفصاح عن الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة بكل قطاعات التعليم بالجامعات الحكومية. ومن المقرر أن يقبل القطاع الطبي بالجامعات 8125 طالبا وطالبة، وتقبل كليات العلوم الصحية والتطبيقية 305 طالب وطالبة، وقطاع طب الأسنان 1540 مقعدا. أما قطاع الصيدلة فمن المقرر أن يقبل 8985 طالبا وطالبة، وقطاع العلاج الطبيعي سيقبل 855 طالبا وطالبة، وقطاع الطب البيطري سيقبل 4150 طالبا وطالبة. أما عن قطاع التمريض فسيقبل 6165 طالبا وطالبة. ومن المقرر أن يتم قبول 17170 طالبا وطالبة بكليات الهندسة، فيما سيقبل قطاع التخطيط الإقليمي والعمراني 150 طالبا وطالبة، وسيقبل قطاع الحاسبات والمعلومات 4150 طالبا وطالبة، وسيقبل قطاع العلوم الأساسية 15340 طالبا وطالبة. ومن المقرر أن يقبل كلية علوم الأرض 100 طالب وطالبة، وجملة قطاع علوم البترول والتعدين 25 طالبا وطالبة، وجملة قطاع الزراعة 12880 طالبا وطالبة. وأن تقبل كلية علوم الأرض طالب وطالبة في كلية الثروة السمكية. التعليم تبدأ تدريب أكثر من 25 معلم دمج بمدارس التعليم العام والفني الأسبوع القادم. بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالفئات الخاصة من الطلاب والتنمية المهنية لمعلمي هذه الفئة، وتطبيقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية المهنية للمعلمين، يبدأ الأحد القادم تدريب عدد 25322 معلم دمج بمدارس التعليم العام والتعليم الفني. وأوضحت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التدريب الخاصة أن التدريب يتم على أعلى مستوى ليشمل معلمي الدمج من جميع التخصصات، وكذلك الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومدير المدارس، شرط ألا يكون سبق لأي من تلك الفئات التدريب ضمن برنامج وزارة الاتصالات. وأضافت هالة عبد السلام أن الحزمة التدريبية تتضمن التدريب على تطبيقات الدمج التعليمي والمهارات الشخصية للمعلم والقاموس الإشاري ومهارات الحاسب الآلي، بهدف رفع قدرة معلم الدمج والتربية الخاصة على التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وتطبيق تكنولوجيا التعليم بما يخدم العملية التعليمية مع نشر ثقافة لغة الإشارة بمدارس التعليم العام ومدارس الصم من خلال تدريب المعلمين على القاموس الإشاري الأكاديمي الموحد. تكليف سعيد عبد الله مديرا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرارا بتكليف سعيد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة للعمل مديرا للمديرية، خلفا لمحمد عبد الهادي القطب وكيل الوزارة المنتهية مدته. وجاء قرار الوزير لتيسير العمل بالمديرية بعد انتهاء المدة القانونية لمحمد عبد الهادي
وبلوغه سن المعاش لحين الانتهاء من مسابقة اختيار مديري ووكلاء المديريات. نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2017 بالاسم ورقم البلوس. ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الشريف عقب اعتمادها في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في مشيخة الأزهر، وتم رفع ونشر النتيجة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر، والتي يمكن للطالب الحصول عليها من خلال إدخال اسمه ورقم جلوسه. وأضاف وكيل الأزهر في مؤتمر صحفي بالمشيخة أن شيخ الأزهر قرر إعفاء الأوائل من مصاريف الدراسة الجامعية ورحلتي حج لأولياء الأمور، وهنأ وكيل الأزهر الطلبة الأوائل متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتفوق في حياتهم العملية. الاثنين فتح باب الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية ولمدة شهر. أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أنه سيتم فتح باب الطعون من غدا الاثنين ولمدة شهر كامل، وسيتم التيسير على الطلاب بالمحافظات البعيدة بالتقدم بتظلماتهم في المناطق الأزهرية، وهي 10 محافظات: أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر. النائبة مجدة نصر تطالب بالانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي. أكدت النائبة مجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن عدم صيانة المدارس وبدء أعمال الصيانة مع بداية العام الدراسي أزمة تتكرر بداية كل عام دراسي، مطالبة وزير التربية والتعليم بإنهاء كافة أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي المقبل. وأوضحت الدكتورة مجدة نصر في تصريحات لها أن أهم مشكلة تواجه المدارس هي البنية التحتية والصيانة الدورية، مشيرة إلى أهمية تجهيزها بشكل لائق قبل بداية العام الدراسي الجديد. نصر، أزمة تعريب امتحانات اللغات و30,000 معلم انتهت، واللجنة ترصد إن كان هناك تطوير في مناهج الوزارة أم لا. أكدت النائبة مجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن أزمة امتحانات مدارس اللغات قد انتهت بعد أن قرر وزير التربية والتعليم السماح بالامتحان باللغتين العربية والأجنبية لمدة 3 سنوات كفترة انتقالية. وأضافت الدكتورة مجدة نصر في تصريحات صحفية أن مشكلة 30,000 معلم تم حلها بنسبة 100%، موضحة أن اللجنة ستتابع توفير الكتب الدراسية في بداية العام الجديد ورصد إن كان هناك تطوير في المناهج أم لا. وفاء علي منصور الطالبة بمدرسة سيدي سالم التجارية بنات بكفر الشيخ الأولى على مستوى الجمهورية. حصلت الطالبة وفاء علي منصور الطالبة بمدرسة سيدي سالم التجارية بنات بكفر الشيخ على المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد إعادة تصحيح مادة المحاسبة وحصولها على 3 درجات، حيث أصبح مجموعها الكلي 570 بدلا من 576 من أصل 580 درجة، فأصبحت الأولى على مستوى الجمهورية. يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قد كرم اليوم الأربعاء أوائل الثانوية العامة وعددهم 3 طلاب وأوائل التعليم الفني والتربية الخاصة وعددهم 11 طالبا وطالبة، ومنحهم مكافأة التميز وقدرها 2000 جنيه لكل منهم،
بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ. بهذا انتهت نشرة أخبار اليوم، كان معكم أيمن سيد، أشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى نشرات جديدة.